السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن ما يسمى بالقرآنيون الجدد الذين ينكرون حجية السنة النبوية الشريفة ويستبعدون مكانتها في التشريع الإسلامي. لعلكم تتابعون ما يقع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الأشخاص دعوا إلى إقصاء السنة النبوية الشريفة من الدين وأنها لا مكانة لها. وهذه الدعوة هي ليست جديدة، بل هي قديمة قدم التاريخ. وهؤلاء كانوا يسمون بالقرآنيون كل فترة زمنية إلا ويظهر أحد دعاتهم ويستدل بالقرآن وينفي السنة النبوية الشريفة، مع العلم أن السنة النبوية الشريفة هي وحي من عند الله تعالى. السنة هي المفسرة للقرآن العظيم، وهي المبينة لأحكامه. حتى قال علماء الأصول: القرآن الكريم هو الإطار النظري للإسلام، والسنة هي الإطار التطبيقي للإسلام. وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من عند الله، وكلامه المتعلق بالدين والتشريع كله مزكى من الله تعالى ومنزه في منطقه. فقد قال ربنا عز وجل مزكيا نبيه، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيأتي زمان يظهر فيه أناس مرتاحين على مجالسهم وعلى أرائكهم، يتحدثون وينفون العمل بسنته المطهرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت، فيقول عنه: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. هذا الحديث وغيره كثير حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار سنته المطهرة. وعبر التاريخ كان خصوم الدين لما أرادوا أن يلجوا إلى حصنه الحصين، ماذا عملوا؟ أسهل طريق للقضاء على الدين هو هدم السنة النبوية باسم الإصلاح والتحديث والتطوير. وهذه المظاهر والصور هي كثيرة. هناك أولا فئة كانوا يردون خبر الأحاد في السنة النبوية الشريفة. ما معنى خبر الأحاد؟ هو الخبر الذي جاءنا من طريق واحد، لأن هناك الخبر المتواتر جاءنا من طرق متعددة، فهذا مقبول. لكن إذا جاء من خبر من طريق واحد لا يقبل، خصوصا إذا كان في أمور العقيدة ولو ثبت بطريق صحيح. فقالوا بأن العقيدة لابد أن يأتي الحديث فيها من طرق متعددة. فمنهم من أنكر مثلا من خبر الأحد، أنكر عذاب القبر وحياة القبر وسؤال الملكين وغير ذلك من الأمور. هناك فئة ثانية يردون السنة النبوية لأنها لا توافق العقل والمنطق، وهذا كان قديما مع المعتزلة، ردوا أحاديث كثيرة بحجة أن العقل لا يقبلها وأنها تتكلم عن أمور غيبية كأحاديث الصفات وأحاديث الآخرة وغيرها. ومعلوم أن المشكل ليس في الخبر، وإنما في عقول هؤلاء الذين أنكروه. والنزعة العقلية استمرت في التاريخ الإسلامي، وظهر عدد كبير من العلماء الذين كانوا يقدمون العقل على نصوص الشرع، يسمون بالعقلانيين. ثم هناك مدرسة أخرى أخطر من العقلانيين، وهم يسمون بالقرآنيون. القرآنيون هذه أيضا ليست جديدة، كان أول من ظهر
ويسمون بالقرآنيين طوائف، أولهم غلاة الرافضة. غلاة الرافضة كانوا يكفرون الصحابة إلا 4 أو 5 صحابة فقط، ومعلوم أن الصحابة هم الذين نقلوا لنا السنة النبوية الشريفة، فكانوا لا يقبلون مروياتهم. هؤلاء غلاة الرافضة من الشيعة المتشددون. ثم ظهر ما يسمى بالقرآنيون، أول ما ظهروا في العصر الحديث ظهروا بالهند، وظهر هناك عدة مدارس يدعون بأن القرآن فقط هو التشريع الملزم وغيره لا. وكانت هناك عدة مدارس أسست في الهند، من أبرزها مدرسة أحمد خان وعبد الله بكر، معروفين في الهند، أنكروا السنة النبوية بالكامل. ثم في عصرنا هذا ظهر مجموعة كبيرة من المفكرين الذين تأثروا بالفكر الغربي وبدعاوى المستشرقين ودعاوى المتغربين، فأنكروا السنة أو شككوا فيها أو دعوا فقط بالعمل بالقرآن. القرآنيون الجدد الذين نريد أن نتعرف عليهم اليوم أيها الأحبة الكرام حتى نحذر من هذه الدعوة وخطورتها خصوصا على شبابنا، أنهم ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أن المنهجية التي اتبعت في تصحيح الأحاديث كانت تفتقر إلى الموضوعية، وأن الأحاديث النبوية لم تدون إلا في القرن الثالث الهجري. فعلا القرآن الكريم جمع في عهد أبي بكر وعمر، والسنة النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز في القرن الثالث الهجري. يدعون بأن هناك أحاديث موضوعة دخلت إلى السنة، وهذه المدة 3 قرون كانت فيها فتن وحروب ووقع فيها ما وقع. أي نعم كلام وجيه، ولكن قيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة علماء أفداد ما يسمون بعلماء الحديث الذين بذلوا جهودا كبيرة في التصحيح وفي التضعيف وفي الغربلة، ومن أبرزهم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام الترمذي وغيرهم من علماء الأمة الأجلاء بالمئات، الذين أفنوا أعمارهم خدمة للسنة النبوية الشريفة. لكن مع ذلك القرآنيون يقولون بأن جهود هذه العلماء كانت بشرية وضعيفة، فيستبعد خصوصا السنة القولية. يقولون لا يجوز بناء الشريعة على أسس مشكوك فيها، إذا أردنا أن نبني الشريعة لابد أن نبنيها على مصادر مثبتة، والمصدر المثبت فقط هو القرآن العظيم، والسنة فيها خلاف تصحيح وتضعيف. فأرادوا أن ينفوا السنة ويزيحوها كلية عن التشريع، ويدعون بأن القرآن الكريم هو النص الوحيد المنقول إلينا بالتواتر والموثوق في نصه، وأن الله فعلا تكفل بحفظه، لذا يجب أن يكون هو مرجعنا وقائدنا في الاستدلال والمعرفة. هؤلاء القرآنيون الجدد يستدلون بقولهم بأن القرآن يعرف عن ذاته، وكل شيء موجود فيه لا يحتاج إلى غيره، بدليل قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهو القرآن هو يعرف بذاته، كل ما نحتاجه فيه بداخله لا يحتاج إلى السنة. طبعا هذه دعوة ظاهرها فيها الرحمة وباطنها فيها العذاب، لأن القرآنيون الذين ظهروا عبر التاريخ غايتهم وهي أنهم يسيئون إلى الدين من حيث لا يدرون، مع العلم أن السنة النبوية متفق عليها من طرف علماء الأمة الأجلاء عبر التاريخ 15 قرنا من الزمن بأنها هي المصدر الثاني الموثوق من مصادر التشريع بعد كتاب الله تعالى. يكفي أن نقرأ في كتاب الله آيات كثيرة تزكي هذا الأمر، منها قوله تعالى ربنا يخاطب المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه الآية معناها المجمل أن الله تعالى أمر بطاعته جل علاه، وأمر أيضا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما تكلم عن أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، جعلها معطوفة على الرسول وأعاد الفعل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، سواء كان الأمر مكتوب في القرآن العظيم أو لم يكن. ثم قال ربنا جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل أيضا على حجية أقوال وأفعال وتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالسنة، وبذلك يتأكد بأنها هي مصدر مستقل من مصادر التشريع. فهذا القرآن يتحدث، القرآن الكريم يتحدث عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما أتاه من أقوال وأفعال وتقريرات. وهذا كثير في القرآن العظيم، كثير، لا نريد أن نطيل عليكم أحبتنا الكرام، بل إن في السنة النبوية الشريفة فيها العديد من الأحاديث النبوية تؤكد على هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هذا آخر ما نطق به النبي الكريم قبل أن يتوفاه الله تعالى ويلتحق بالرفيق الأعلى، أوصى الأمة فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وكان يقول: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب يعني هو القرآن، ومثله معه يعني الوحي لو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأحاديث نبوية كثيرة وآيات قرآنية لا تعد ولا تحصى في كتاب الله وسنة رسول الله تؤكد على حجية السنة وعلى استقلالها في التشريع. ومن ثم أجمع علماء وفقهاء ومحدثو الأمة على هذا الأمر، لأن ربنا عز وجل منح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سلطة الشرح والبيان، أعطاه الله سلطة الشرح والبيان للقرآن، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمن يدرس السنة النبوية سيجد بأنها إما مؤكدة أو مثبتة ومؤيدة للقرآن العظيم، وإما شارحة ومفصلة له، أو مكملة لبعض قضايا التشريع. فالسنة فيها تفصيل للمجمل، وفيها توضيح للمشكل، وفيها تقييد للمطلق، وفيها تخصيص للعام. هكذا يقول علماء الأصول، علماء الأصول علماء عقلانيون، علماء مفكرون مقاصديون يفهمون فقه الحديث ومنطق التشريع، وذكروا ما يتعلق بتفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتقييد المطلق وتخصيص العام وغير من الأمور بشكل عقلاني منطقي، وأكدوا بأن السنة هي مستقلة بالتشريع وأنها حجة. يكفي أن نقرأ في قول الله تعالى مهمة التشريع التي أعطاها ربنا لنبيه، فوضها له، لما قال عز وجل عن بعثة النبي الكريم، قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهكذا هي كثيرة جدا هذه الأدلة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصوا منذ البدء على حفظ السنة وعلى تعليمها وعلى جمعها وعلى تصفيتها وعلى تنقيتها، وهذا بأمر من الله. ربنا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة، قالوا الحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحرص الصحابة رضي الله عنهم كما حرصوا على حفظ القرآن العظيم،
طبعا لم يقوموا بكتابة الأحاديث النبوية الشريفة، لماذا لم يكتبوها في أول الإسلام ويجمعوها حتى لا تختلط مع كلام الله، وإنما اكتفوا بحفظها في الصدور، ثم كانوا يقومون بتبليغها لمن بعدهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا بالحفظ والتبليغ، قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني هذا التبليغ. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكان هذا الأمر للتبليغ للسنة النبوية الشريفة، والصحابة هناك من يحفظ ويقوم بالتثبت ثم يبلغها إلى التابعين، ثم التابعون يبلغونها إلى أتباع التابعين، إلى أن جاء عهد وقع فيه الاستقرار في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز في الخلافة الأموية، وهنالك سوف يتم جمع هذه السنة، لأن القرآن الكريم قد تثبت والسنة لابد أن تصفى، فجمعت هذه السنة النبوية في كتب معروفة عند علماء أجلاء، في مقدمتهم صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وقال العلماء كل ما جمع في هذين الكتابين المصدرين العظيمين فقد تجاوز القنطرة. ثم جاءت الكتب الأخرى في السنة النبوية التي أشبعها العلماء بحثا، حتى يقال هذه العلوم هي نضجت واكتملت حتى احترقت، يعني ما يتعلق بعلم الأصول وعلم الحديث، هذه علوم فيها مضيعة للوقت للمعاصرين. السابقون لقد بذلوا جهودا كبيرة في التصحيح والتضعيف وفي الغربلة وانتهى الأمر، يعني الأمر صار منتهيا، الجهود التي قاموا بها مشكورة جدا، علوم نضجت واكتملت واحترقت وانتهى. اليوم من أراد أن يجتهد في الدين فهو يجتهد في إبراز ما تتوفر عليه هذه النصوص من دلالات وحكم وأسرار ومبادئ، أما أن تعود بنا إلى التاريخ القديم وتقوم بحفريات وتريد أن تعيد القضية من جديد، هذا مضيع للوقت وتشتيت للجهود، وخصوصا الذين ينكرون السنة النبوية الشريفة، هؤلاء في الحقيقة هم يهدمون الدين من حيث يدرون أو لا يدرون. لكم أيها الأحبة الكرام، مثلا الذي ينكر السنة، كيف نتصور أننا سوف نؤدي الصلاة التي ذكرت في كتاب الله؟ ربنا عز وجل كان دوما يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن كيف نقيم هذه الصلاة؟ ما هي صيغة الأذان؟ هل هي مذكورة في القرآن العظيم؟ ما هي الفرق بين الصلوات الخمس، هذه رباعية وهذه ثلاثية وهذه ثنائية، وما الفرق بين هذه فيها جهرية وهذه سرية؟ هذه التفاصيل غير مذكورة في القرآن العظيم، وإنما ذكرت في السنة النبوية الشريفة، لأن ربنا عز وجل لما فرض على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: وأقيموا الصلاة، قال: يا رب كيف أصلي؟ فبعث الله له جبريل عليه السلام، فكان جبريل هو أمين الوحي، هو إمام للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي خلفه والناس يصلون خلف النبي ويتعلم كيفية الصلاة، وعلمه كيفية الوضوء، بل وعلمه كل العبادات. سيدنا جبريل كان هو الوسيط بين الله تعالى ورسوله الأكرم، وكان يعلمه جميع العبادات، حتى في الحج لما قال ربنا عز وجل: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، كيف نحج؟ جاء جبريل فأما النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي قد يقول للصحابة: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فبدأ جبريل يطوف ويسعى ويقف بعرفة، وسيدنا النبي يتبعه، كأن جبريل هو المطوف، سيدنا النبي يتبعه ويقول لصحابته: خذوا عني مناسككم. والصحابة كانوا يرون تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويجمعونها، فكان العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود يجتهدون في ملاحظة جميع أفعال النبي الكريم، ويحفظون أقواله ويدركون تقريراته
وهكذا جمعت السنة النبوية الشريفة. ثم عبر التاريخ علماء الأجلاء قاموا بالجمع، وكان هناك سلاطين خلفاء قاموا بدور عظيم في خدمة هذه السنة. هناك بعض المعارضين يتهمون هؤلاء الخلفاء في بني أمية أنهم وضعوا السنة بحسب ما يخدم مبادئهم وأهدافهم لتثبيت الحكم وسلطتهم. هذا كلام سياسي وكلام بعيد عن المنطق، لأن أولا ربنا حافظ كتابه وحافظ ربنا سنة نبيه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ القرآن يقتضي حفظ السنة. من المنطق العقلي من يقرأ علم الأصول وعلم المقاصد وعلم فقه الحديث سيدرك كيف أثبت العلماء بأن المنطق يقتضي حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة. لما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما هو الذكر؟ الذكر هو القرآن زائد السنة متكاملين. ولا يمكن أن تتصور شريعة الإسلام بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعوة إلى هذا الأمر هي في حقيقتها دعوة للقضاء على الدين. ذكرنا هذا الأمر أيها الأحبة الكرام لماذا؟ لأنه من يتابع مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الأيام سيجد هناك جدال بين بعض الفقهاء وبين بعض المفكرين وبعض المهتمين وغيرهم يتحدثون عن هذه القضايا. أنا أعتقد بأن الحديث في هذا الأمر هو ظاهرة صحية، لأنه يؤدي إلى تنشيط الفكر وتنشيط العقل. وقد ظهر أحد الأشخاص الذين ربما أثار الجدل في هذا الأمر، أنا أعتقد كان مرة طه حسين عميد الأدب العربي لما قدم إلى المغرب وزار القرويين، وكان بعد أن جاء من السوربون من فرنسا وتشبع بالفكر الغربي، وكان يقول عن باريس مدينة الأدوار وعن مدينة الملائكة والجن، وكان يستاء من العالم العربي والتخلف الفكري. لما زار المغرب وزار القرويين ورأى علماء القرويين أنهم حفاظ يحفظون المتون ويحفظون القرآن، لكنهم لا يشتغلون بالفكر والتحليل والنقاش، فقال كلمة مستفزة، قال لهم ائتوني بقلم أحمر لكي أصحح القرآن. هذا طه حسين تجاوز السنة وأراد أن ينتقد القرآن، قال ائتوني بقلم أحمر كي أصحح القرآن، لأنه عميد الأدب العربي. فهذا جعل علماء يستاءون واستفزهم، فقاموا بالرد عليه، فقد ردوا علي بالفكر، ردوا علي بالعلم. فقام العلماء يردون عليه بكتابات وبمقطع كذا وكذا، وبعد مدة صفق عليه طه حسين وقال أنا كل ما أردته هو أن أستنهض هممكم وأستخرج ما في قلوبكم من علم وما في عقولكم من نور. وفعلا هذه الحركة أنتجت لنا فكرا عظيما وإبداعا كبيرا. ربما نحن نلتمس لبعض هاد إخواننا المغاربة الذين أثاروا هذه الزوبعة أن تكون نيتهم حسنة، وإلا فالتشكيك في القرآن أو التشكيك في السنة هذا تشكيك في الإيمان وتشكيك في العقيدة. ونحن لا نخاف من كل هذه الدعوات، لأن الدين محفوظ بحفظ الله والسنة محفوظة بحفظ القرآن. فالقرآن الكريم هو الإطار النظري للإسلام، والسنة هي الإطار التطبيقي للإسلام. أما خروج هؤلاء ما يسمون بالقرآنيين اليوم للعلن، هذا بحد ذاته يعتبر معجزة دالة على صدق أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن سيدنا النبي تنبأ بظهور هؤلاء في نهاية الزمان وفي كل زمان. قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئا على أريكته يحدث الناس بحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. هذا الحديث في حد ذاته يعتبر معجزة دالة على أن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع، وأنها
تدل على صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم ومناقشة هذه القضايا العلمية. أثرناها لأنها الآن هي مطروحة على ساحة الفكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقوة في هذه الظرفية. أرقامنا هي 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.